مشاركة في المهرجان ديال الفيلم أكادير. عندي واحد الفيلم في المسابقة سميتو مرجانة، إخراج ديال جمال سويسي. واخا ما كيكونش عندي الافلام هنا في المهرجان، كيعجبني نجي لاكادير حيت اكادير كتعجبني، اكادير وكيعجبوني ناسها، الناس ديال اكادير تبارك الله عليهم. الفنان قبل الكورونا كانت كنا فريمون كانوا بزاف لي بروجي ماجين، لي بروجي انترناسيونال عالميين كمان لي بروجي مغربيين. والمشكل هو ملي جات كورونا بزاف بزاف لي بروجي تاجلوا، بزاف بروجي ما قدروش يكونوا. وهذه انا عارفه بزاف، ماشي غير في الميدان ديال التمثيل والميدان السينمائي، العالم كله الدار في هذا الوباء هذا. مي الحمد لله سيدي ربي طلق سرحنا، دابا حنا كنتحركوا وكاينه الحركه وبزاف الناس فرحانين حيت لي بروجي بداو يرجعوا. وكنتمنوا ديما نكونوا في حسن ظنكم.